أنا شايفة أن الطاقة السلبية في العالم بتقل شوية صغيرين، والنقطة المنورة دي هتكبر مع مغامراتنا الجاية. ها، تحبوا نروح فين؟ هل نكمل إنقاذ حيوانات أفريقيا؟ ولا نواجه عملية التصحر وقطع الغابات؟ قضيتنا الأولى هي الكائنات الحية. للأسف الأخطار اللي حواليها كتيرة، غالباً مفيش دولة في العالم ما فيهاش حيوانات بتتعرض للخطر. تحبوا نشوف عمليات صيد الحيتان في المحيط الهادي؟ ولا صيد الفقمة في جرينلاند؟ ولا شباب بصوا، ايه ده؟ مركب بتغرق. مركب كبيرة قوي بس ما فيهاش ناس. مش مركب، دي ناقلة نفط. ايه النفط ده؟ النفط هو البترول الخام يا فرحة، ولما مركب النفط تغرق البترول هيروح في البحر، مش كده؟ للأسف ده حقيقي، وبيسبب تلوث كبير جدا جدا، والسمك هيتعب. الحياة البحرية بالكامل، والطيور اللي بتتغذى على الكائنات البحرية، والشعاب المرجانية، وغيرها كتير. انتوا عارفين ان الكائنات الحية كلها مشتركة في السلسلة الغذائية؟ لازم نتحرك فورا ونعالج الكارثة. العمل هيتم على اكتر من مستوى. اول حاجة هتكون التخلص من بقعة النفط. يعني لازم ننزل تحت البحر ونشفطها. لا يا زهرة، النفط اخف من المية عشان كده بيعوم فوقها. اخف ازاي؟ دي حاجة تقيلة وبتلزق، زي تجربة المية والزيت، لو حطناهم على بعض الزيت بيعوم فوق المية. ايوه صح، انا فاكرة كويس. كالعادة هنقسم نفسنا فريقين، فريق يهتم بإزالة بقعة النفط، وفريق يدرس حالة الكائنات البحرية والطيور عشان ننقذ الوضع بأفضل شكل ممكن. مقر العمليات هيكون جنب الطيارة، هنجمع العينات والصور ونتشاور مع بعض كل ساعتين. وصلنا. الوضع أصعب مما كنت متخيل، هنتحرك على طول، مفيش وقت نضيعه. أنا وزهرة هنعمل فريق وهندور على الكائنات الحية وننقذها، وأنا ونور هنشوف حل لإزالة بقعة النفط. يلا بينا. المشكلة إن بقعة النفط بتتمدد وتنتشر أكتر على البحر مع الوقت. أول إجراء لازم يتعمل إننا نوقف اتساع البقعة دي. بتفكر في اللي بفكر فيه؟ مفيش حل تاني. الحقونا يا جماعة، في بحار محجوز جوه سفينة البترول، ولو ملحقناهوش هيغرق مع السفينة. كلنا هربنا للأسف ونسيناه. مهمتك دي يا بطل. البحار ده محتجز في أي جزء من السفينة؟ غرفة المحركات. المية هتوصل لها بعد قد إيه تقريبا؟ يعني بمعدل الغرق ده معانا 5 دقايق بالكتير. بتخاف من المرتفعات؟ لا، ليه؟ علشان هاخدك في رحلة طيران تدلني على مكان البحار. اطمن، أنا قلبي حديد. لا 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 لا، أنا قلبي مش حديد ولا حاجة، أنت صدقت. خلاص هنطير على ارتفاع منخفض شوي. المهمة شكلها هتكون صعبة. أنا برضو قلت إنكم محتاجين متطوعين. ميس هايدي جيتي في وقتك. خطتك إيه؟ بقعة النفط بتتمدد مع الوقت زي ما قلنا، النفط أخف من المية عشان كده بيعوم فوق. أول حاجة هنحتاج حبل مطاطي كبير، حبل متين يقدر يعوم فوق المية. النوع ده بيستخدمه الصيادين في رفع شباك الصيد. الحبل المطاطي هنحطه على حدود بقعة النفط عند الخط الفاصل بين الجزء الملوث والجزء السليم من البحر. بنشد الحبل ناحية الشط وبعدها بنسحب النفط بعيد عن البحر. كده بنكون اتخلصنا من 95% من المشكلة. بعدها بيكون مطلوب مننا نعالج رملة الشط وأي جزء تاني طاله التلوث. المهمة مش سهلة خالص، بس ممكن نبدأ من دلوقتي. أنا جاهز. يلا نبدأ شغل. يلا بينا. أنا فهمت إزاي شفت البترول بيحصل، لكن الرمل ده هنشيل منه تلوث بأنهي شكل؟ ليها حلول كتير. إحنا ممكن نعادل التلوث بمادة كيميائية صديقة للبيئة بحيث تقضي على البترول، أو نقل التربة الملوثة واستبدالها برمل تاني نظيف. والحل الأخير مش هيكون صعب، لأن التلوث في الجزء ده بس من الشط. حظنا حلو إن مفيش هنا كابوريا ولا سلاحف ولا كائنات بحرية كتير بتخرج للشط، لأنها منطقة طيارات. دايماً الكائنات البحرية بتخرج من منطقة هادية، عشان كده كل اللي أنقذناه لحد دلوقتي كابوريتين ونجمة بحر وأخطبوط. متأكدة إنهم هيبقوا كويسين؟ أنا رشيت عليهم شوية من الغبار السحري، غبار الخير هيشيل أي أثر للتلوث في أجسامهم. ما كنا رشينا الغبار ده على البحر وخلصنا على البترول كله. للأسف ما عنديش كمية كف الشط كله. عندنا مهمة إنقاذ عاجلة. ده طائر نورس؟ الغبار بسرعة. لا
ده محتاج عناية مختلفة. بينا ناخده على طيارة رامي. خايفة يطير ويهرب. لا ما تخافيش، أجنحته تقيلة ومش هيقدر يحركها. تعالي نقرب منه بالراحة علشان ما يخافش. حاجة غريبة خالص. زي ما بقول لحضرتك، في المستقبل نسبة استهلاك الوقود الأحفوري والبنزين وصلت لصفر في المية. اعتمدنا الكلي بقى على الطاقة المتجددة، في وقت كان فيه تهديد إن البترول ينتهي من العالم وبلاد كتير تتجمد من البرد. مصر بقت ليها قيمة كبيرة قوي، بقت مركز إقليمي لتصدير الطاقة، ومع الوقت هنكون أكبر مصدر للكهرباء على مستوى العالم، تحديداً بعد 20 سنة من دلوقتي. يعني كل حاجة هتشتغل بالكهرباء؟ بالظبط، أغلبها هتكون من المصادر اللي موجودة في الطبيعة زي السدود والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. لما أكلم البحار واطمن عليه. أيوة يا صبري، دي ونكون عندك، الوضع عامل إيه؟ المية بتقرب، بس أنا كويس، حاولوا تيجوا بسرعة. اطمن، دي ونكون عندك. اطمن خالص، هتبقى كويس. دلوقتي هننضف ريشك بالقطن وبمادة رغوية ما تضرش مسام جلدك. هانت يا بطل، دقايق وكله يبقى تمام. أنا بس مش عاوزك ترجع للشط غير لما نشيل كل أثر للتلوث. أخبار عمليات الإنقاذ إيه؟ كله تمام يا قائد، مفيش غير الطائر ده هنعالجه ونسيبه يطير. عملتوا إيه في بقعة الزيت؟ بالحبل المطاط قدرنا نجمع بقعة النفط ونشفطها بعربيات الكسح، لكن باقي نسبة تلوث مش قادرين نتعامل معاها. ناولين القطن يا زهرة، عشان الريش بيمتص البترول بطريقة غريبة. الريش بيمتص البترول؟ بتفكر في إيه؟ لقيت الطريقة اللي هنقضي بيها على آخر أثر للتلوث. يا ترى نور وأصدقائه هيتصرفوا إزاي؟ خيال مآتة. ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية.